زي ما قلتي هاخد من كلامك انه في العصر اللي احنا فيه في طفره في التكنولوجيا، تمام. من الابلكيشنز بقى حاجات كتير جدا، تيك توك وابلكيشنز الرقص ايوه ده واليوتيوب والحاجات دي حقيقي. كلها، فدي كلها حقيقي. بتكون موجوده متاحه للجميع. فالاطفال لما بيتعرضوا لحاجه دي، ازاي انا احجم الموضوع ده؟ طيب مبدئيا في سن الطفوله سهل جدا نقول لا للطفل. في سن الكمون اللي انا بتكلم فيه اللي هو دلوقتي من سن 7 سنين لحد 10 سنين، انا بشارك الطفل في اختيار الاشياء اللي هو بيتفرج عليها. هيرجع في المراهقه هو من نفسه، يعني احنا ككبار لما بنلاقي حاجه وحشه بنعمل ايه؟ بنحذفها من نفسنا، بنقول لا انا مش هتفرج عليها، عندي مبدا. المبدا ده جه ازاي؟ جه ان انا في المراهقه اتقال لي او في مرحله الكمون اتقال لي ان الحاجات دي وحشه ما نتفرجش عليها، لكن ما جتش في المراهقه قلت له ايه اللي انت بتتفرج عليه ده؟ لا، هي البدايه من 7 ل 10. لو حصل بقى في المراهقه ولقينا برضو ان هو لسه بيتفرج على حاجات تسيء لاخلاقه او تسيء لسلوكه او شكله في المجتمع، لا احنا هنا ممكن نتدخل في تعديل سلوك مراهقين. لكن انا عشان يبقى الوقايه خير من العلاج، من 7 ل 10 سنين ابدا اختار معاه ايه ده، بص ده حاجة وحشة ما نتكسفش نتفرج عليها دلوقتي مع بعض عشان تبقى انت عارف بعد كده ان هي غلط. فمن 7 ل 10 سنين دي هي، عشان كده بقول الطفل بيبقى هادي فيها قوي، هادي ومستعد يستقبل كل النصايح اللي انت هتديها له واولياء اموره. وكمان لو فيها وفرت له قدوة او معيار من الاشخاص الكويسين، مدرب رياضه، مدرب موسيقى، ازرع فيه فنون راقيه، ادخل فيه بانشطه تفاعل في المجتمع، المساعدات مثلا للاسر المحتاجه، وينزل في قوافي الخير وحاجات كده. الحاجات دي بتنمي في الشخص شويه ان هو يقدر يفلتر لما يوصل للمراهقه ما بين الخير والشر، ما بين الصح والغلط. بتحط له المعايير اللي هو بيمشي عليها فين في حياته. لكن انا لو ما استغلتش للاسف الفتره دي صح، هيحصل ضعف طبعا في شخصيتي بعد كده في المستقبل، طبعا تضر طبعا الطفل والمراهق. طبعا دي حقيقه يعني.